محمد ابراهيم اللي كان بيفاجئنا ببينيات قليل جدا، لما تلاقي لاعب عنده الرؤيه وعنده النظره الثاقبه دي انه يوصل زمايله مثلا في اوضاع خطيره او انفرادات او ما شابه، يعني بخلاف باقي المواهب التانيه. يعني محمد كان من ضمن المواهب اللي عنده التسديد مثلا، التسديد من بره منطقه الجزاء. كابتن محمد ابراهيم كان زي ما قلت لك، ويمكن مع البدايات في كاس العالم للشباب، وبعد كده التألق، وبعد كده الاحتراف والعودة، وكان وصل لقمة تألقه. أعتقد كابتن محمد ابراهيم يتفق معايا في كده، فترة كابتن محمد حلمي. يا محمد حلمي طبعا، فترة كابتن محمد حلمي كان محمد وصل لمستوى عالي جدا، ويمكن أعلى مستوى شافوا فيه جمهور الكرة في مصر، لولا أنه لسوء الحظ جت الإصابة. كانت في مباراة إنيمبا، لا كانت مازيمبي، مباراة مازيمبي جت في توقيت، يعني الهدف بتاع ده بتروجيت هدف كابتن حلمي برضه. الكابتن حلمي ما هي دي الفترة اللي انا بقول لك عليها سيف، ان كان محمد كان ما شاء الله وصل لقمة مستواه، لكن جت الإصابة في توقيت، وده بيحصل في عالم الكورة، يعني بيحصل للاعبين. لكن الأهم ان انت يبقى عندك، ان انت تعالج طبعا صح وتعالج كويس وبيكتمل شفائك، يعني وده مايوكا اللي مديلك الكوره مش كده؟ مايوكا فانك يعني تبقى مكتمل الشفاء، وانت بقى بارادتك وبعزيمتك وباصرارك تقدر توصل للمستوى ده تاني.